في هذا الفيديو غادي نشوفو علاش هاد لو تيب ديال لي زيسكالي ماشي كونفورم، ما خصناش نستعملوه في لي شونتي. دونك اول حاجه هاد لي سكالي هذا مصاوب بالمدري، دونك المدري ما عندناش لي كاركتيرستيك ديالو. دونك اون فوا ما عندناش لي كاركتيرستيك ديالو فراه ما كنعرفوش شحال يقدر يسيبورتي، ما كنعرفوش لي كونديسيون دو ستوكاج ديال هاد المدري، واش شحال كاباسيتي ديالو، شحال زعما شحال يقدر يسيبورتي ديال لا شارج. ثاني حاجه ملي كنجيو لهاد لي كارد كور هادو راه كنلقاوهم هنايا مشدودين بالمسمار. الا شفتو معايا هنا الكارد كور كاين في لابارتي اللي على برا، وفي هاد لو بوين هذا كاين على لابارتي اللي على برا، والمسمار اللي شادو في هاد لو سونس هذا، يعني مع الاستعمال الناس كيدفعوا في هاد لو سونس، لا فورس ديال الثقل ديال الناس فاش كيكونوا هابطين وشادين كيدفعوا في هاد لي دو سونس. دونك مع لا ريبيتيسيون هاد المسمار اللي هنا ممكن يتحل وممكن يطيح، يعني اللي متكي على هاد الكارد كور هاد الهاند رويل هذا يقدر يطيح لينا هنا لتحت. ومني كنرجعوا للريكويرمنت ديال الاوشا، فراه الاوشا كتقول لك ان اسكالي بحال هكا خاصو اوموا يقدر يسيبورتي لينا اون شارج ديال 454 كيلوغرام في نفس البلاصه، اولا خمسه د المرات هذيك لا شارج ماكسيمال ديتيليزاسيون اللي المصنع ديالو كاتبها فيه. يعني الا كان مثلا هذا السلوم هذا قادر باش يهز لينا 100 كيلو، فالفابريكون ديالو كيقول لنا راه قادر انه يهز 100 كيلو، فخاصو فعليا يكون قادر يهز 500 كيلو. ثاني حاجه لي كونديسيون ديال الديزاين اللي كتهضر عليهم الاوشا هما بحال هكا. اول حاجه الدرجه مينيموم، يعني الدرجه ديالو مينيموم خاص تكون فيها 24 سنتيم. ثاني حاجه العلو ديال الدرجه خاص الماكسيموم ما تكونش فيها اكثر من 24 سنتيم، يعني الا كانت 30 سنتيم راه ما خدامش، 24 سنتيم فما قل. حاجه اخرى في العرض خاص مينيموم يكون فيها 56 سنتيم في العرض ديال هذاك السلوم ديال هذاك ليسكالي. الكونديسيون الاخرى على حسب الاوشا اللي خاصها توفر فيه هو اي اسكالي ما خاصوش يفوت ليا 3.7 متر، يعني كنقولوا 3.7 متر في هذا العلو هذا، يعني في هذا لا ديستونس هذه ما خاصهاش يفوتها ليا يعني كمرسو واحد. يعني الا كان مثلا ليسكالي بحال هذا الشكل، ماشي الا كان المرسو الاول ديال ليسكالي هو هذا، فراه خاص تكون عندي واحد لا بلاتفورم دو غوبو هنايا، وعاد يكون عندي عاوتاني لا كونتينيتي ديالو. يعني هاد لا غوتو هادي ما خاصهاش تفوت ليا 3.7 متر. كل 3.7 متر خاص اول حاجه الدرجات يكون عندهم نفس العلو ما يكونش مختلف، الا كانت لا ديفيرونس تكون 6 ملم ماكسيموم. وكما قلت لكم في هذوك لي ديمونسيون اللي عطينا ديال الدرجات شحال خص يكون فيهم في لا بروفوندور وشحال في لا لارجور. ثاني حاجه كما قلنا 3.7 ملي كنشوفوا في هذا لوكا هذا راه هنا راه فايت 3.7، راه كاينه 7 متر. حاجه اخرى هو لونغل هذا الفا خاصو يكون ما بين 30 و 50. من بعد هنا غادي نشوفوا هذا لونغل هذا شحال داير. دونك باش نقدروا نعرفوا هذا لونغل هذا خاصنا نحسبوا هاد ال هذه شحال هي. دونك الا بغينا نحسبوا ال اشنو غادي نديروا، غادي نطبقوا هاد لا فورمولا هادي. دونك نطبقوا ال او كاري هي اش او كاري بلس ال مينسكول او كاري. دونك الا بغينا ال فراه اوتوماتيكمون هي راسين كاري ديال اش او كاري بلس ال او كاري. دونك نعطيوها لي فالور ديالها اللي هي 7 او كاري بلس 2 او كاري اللي كتساوي راسين كاري ديال 49 بلس جوج جوج هي 4 اللي كتعطينا الغاسين كاري ديال 53. دونك غنحسبو الغاسين كاري ديال 53 شحال كتسوى. دونك الغاسين كاري ديال هي 7.2 متر. دونك هاد لا ديستونس هادي عندنا هي 7.2. دونك دابا مني عرفنا دونك هاد لا ميثود هادي كنستعملوها في حالات مثلا بغينا نصاوبو واحد لي شال بماتيريال اللي هو معروفين لي كاركتيرستيك ديالو،
وبغينا نحسبوا هاد لا ديستونس هادي، فراه كنطبقوا هاد الفورمولا هادي. يعني كتكون عندي معروف، كيكون كنكون عارف لا هوتور وعارف شحال باش بعيد على الحيط، دونك راه نقدر نحسب هاد السلوم ولا مثلا شي حاجة في هاد الوتر هذا شحال غادي يكون فيه. دونك دابا غادي نحسبوا الفا. دونك باش نحسبوا الفا غادي نطبقوا هاد لا فورمولا هادي. دونك كنعرفوا ان نحيد هذا، كنعرفوا ان سينوس الفا هو اش مقسوم على ال، مقسوم على ال ماجيسكول. دونك اللي هي كتعطينا اش هي 7 مقسومة على 7.2. دونك غادي نحسبوها، 7 مقسومة على 7.2 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 0.97، هي 0.97. دونك هنا غادي نخرجوا الفا، الفا هي سين موانز ديال 0.97. دونك غادي نكالكيلوها، كيلو هكا 0.97، دونك عطاتنا 75، قول 76 دوغري، هي تقريبا شحال قلنا؟ عطاتنا 76 دوغري، 76 دوغري. دونك كما لاحظتوا هنايا فرا لقينا ان الفا هي 76 دوغري. دونك 76 دوغري راه كبيره بزاف على داكشي اللي كتسمح به لا نورم. كما قلنا لونغل راه خاصو يكون ما بين 30 و 50. دونك الحل في هذه الحاله هذه باش يكون عندنا اناكسي كونفورم، هو اول حاجه سواء نديرو واحد لي شافوداج، الشافوداج كونفورم يكون طالع من مع، يكون طالع بحال هكا مع مع الجناب ويخرج في اي بلاصه من الجناب ديال الاكسكافاسيون، او لا غادي نحفروا حتى نخليو 4 متر هنايا، ومن بعد نديروا واحد ليسكالي اللي هو كونفورم بالحديد ولا بشي ماتيريال اللي معروف لي كاركتيرستيك ديالو، ومن بعد نزيدو نديروا عاوتاني واحد اخر بحال هكا، يعني تولي عندي بحال هذا الشكل، غادي تولي بحال ديزيشلون بحال هكا، ويكونوا لي زاكسي، لاكسي الاول، لاكسي الثاني، لاكسي الثالث، وهادو نتاكدوا ان هاد الاول والثاني والثالث يكونوا كونفورم، يعني يكونوا محترمين هذوك دوك لي كونديسيون ديال لي زيسكالي، يكونوا ما يفوتوش مثلا لا هوتور هادي ما تفوتش 3.7 كما قلنا، ولونغل هذا يكون ما بين 30 و 50 دوغري، والدرجات يكون عندهم نفس العبار وما فايتينش 25 سنتيم في العلو، ومينيموم يكون فيهم 25 سنتيم في في في, في العرض ديالهم، حيت كما كتعرفوا هنا المدري راه غالبا تيكون فيه 20 سنتيم في ليبيسور ديالو. دونك اللي بغى يتاكد من المعلومات ديال الاوشا، فراه الاوشا كتهضر عليهم في هذا لا نورم 19 26 10 52، هذا ستوندار الاول اللي عنده علاقه بالكونستراكشن، والستوندار الثاني ديال الاوشا هو هذا 19 10 25 اللي عنده علاقة بالجنرال اندستري، هذا جنرال اندستري وهذا كونستراكشن. دونك وحتى لهنا صارت لا فيديو ديالنا، الا كان عندكم شي كيسيون خليوها لنا في كومونتير.